بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نستكمل عرض الستايلز المختلفة من السي ان سي تيرنج سنتر، وبنعرض دلوقتي للتوين سبيندل فيرتيكال. التوين سبيندل فيرتيكال يعتبر حالة خاصة من السنجل سبيندل فيرتيكال، لان انا عندي تو سنجل سبيندل فيرتيكال، سميها تو سبيندل توين سبيندل فيرتيكال. الاجزاء المكونة ليها عندي ادي السبيندل الاولاني، وعندي الترت واحد، وادي هنا السبندل اثنين والترت اثنين، وما بينهم ايه السبريتور. دي كأننا عندي تو سنجل سبندل فيرتيكال بيشتغلوا في نفس الوقت. نشوف ما هي المزايا بتاع دي. انا زي ما قلت ان انا بقدر اعمل بروجرامنج للاثنين في نفس الوقت يطلعوا السيم برودكت، او اقدر اشغلهم الاثنين في نفس الوقت يشغلوا ديفرنت برودكتس. بنيجي نشوف الاكسس اللي هم بيتحركوا فيها، نفس اللي قلناه، نفس الاكسس بتاعتهم. اكس اكسس از كنترولينج دي ديامتر، وعندي اكس ماينس واكس بلس. ليه انا عمال اكرر اكس ماينس واكس بلس؟ لان دي اللي هتاخد بالك، دي مهمه جدا في عمليه البروجرامنج. لازم اعرف انا بعمل بروجرامنج اني انا اعرف the value of x if it will be positive or it will be minus. اوكي، تعال نشوف z axis. z axis controlling the length، وبرضو عندنا z minus و z plus. same for the other half. هنا جد ان عندنا x axis controlling the diameter، والy z axis controlling the length. ونفس الكلام بيقول لي ايه، same rules for axis direction and polarity. بكده نكون خلصنا النوع ده، ونراكم ان شاء الله في مقاطع اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.